والله يستاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. عدت لكم مقطع جديد. اليوم نلعب بومب سكواد. لا أدري إيش اللعبة، لكن ندخل لعب فردي. حسنا، نضع المرحلة الأولى على السهل، لأن الصعب مغلق. حسنا، نضع اللاعب جمال. يا شباب، حسنا، هنا تمسك الشيء، وهنا تضرب، وهنا ترمي القنبلة، وهنا تقفز، وإذا ضغطت ستجري. دعوني أعطيه اللكمة السحرية. هو شباب، رمينا نفسنا، شفتوا كيف؟ شيء غريب يا شباب. فنعيد جيم جديد يا شباب. لا يا شيخ، شفت شخص يرمي نفسه؟ فاشل، والله يستاهل كلمة فاشل. اليوم ما نخسر أبدا. فيا شباب، هذه اللعبة أتمنى تعجبكم، أعطونا لايك واشتراك. راح ينزل العدو هنا، فنضغط على القنبلة ونعطيها قنبلة. حسنا، أنطيها ثاني شي. انفجري. لا يا شيخ، سوري. هاك، خذ 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 خذ. ربحنا الجيم الأول. حسنا، حسنا، أمسك أرمي. أوه، الثاني. إيش ذا اللعب؟ حسنا، لا يا شيخ. دورنا هيلث وناخذ هذه القبضة. هو شباب. آخر مبارزة. حسنا، لم يتبقى إلا هذا. حسنا، تفجري. لا يا شيخ، أوه شباب. حسنا، المواجهة الأخيرة. هذه الفتاة تبدو عنيفة قليلا. أوه، الفوز. هكذا هكذا هكذا، ارفع يديك يا حبيبي. فيا شباب، وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى ما تنسوا لايك واشتراك. وها هي النتيجة 283. ها هي يا شباب، مع السلامة.